Is it nice of me? Hello. جميل أن تزور أنجلينا جولي خيم النازحين السوريين في لبنان، لكنه ليس جميلاً أبداً أن تصبح هذه الخيم مخيمات والدولة ليست هنا. فبحسب وزارة الشؤون الاجتماعية هناك 690 تجمعاً عشوائياً لخيم النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية. فماذا لو كان هناك من يستأجر أراضي لينشئ مخيمات دائمة في مختلف المناطق اللبنانية والجهات المعنية في الدولة اللبنانية لا علم لها؟ ما نتحدث عنه ليس غريباً عن الواقع، إنما واقع بدأنا باكتشافه مع محمد الرواس الذي يبحث عن أراضي لاستئجارها باسم دار الفتوى. هذا ما قاله الرواس لصاحب الأرض المنوي استئجارها من دون أن يعلم أننا نصور بالكاميرا الخفية. حيكون منظم؟ نعم. حيكون هو عبارة عن بلد صغيرة. أوكي. بس أوكي. في مين متولى أمره؟ كأمن، كمعالجة، كصيانة، كل شيء. بالاشتراك ما بين دار الفتوى. نعم. الأمم المتحدة. ووزارة الشؤون مطلوب من صاحب الأرض أنه هو يعمل عقد إيجار لمدة 3 سنوات. ماشي. أوكي. أصلاً ما تعرفت بالاسم. أنا محمد رواس. حضرتك بتمثل دار الفتوى. أنا مدير هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية بدار الفتوى. أوكي. بس أنا بدي أسألك إنه أنتوا مثلاً بعد 3 سنين أنتوا قادرين تتحملوا مسؤولية إذا الأشخاص اللي حاطينهم بالأرض رفضوا يفلوا؟ طبعاً. كيف؟ هذا ضمن الكونتراكت. بس هني واحد يوافقوا على كونترا يعني هني. يعني لما تقلك 3 سنين هي ملتزمة ب3 سنين، وطبعاً بس بدها تجدد تحكي قبل بوقت بموضوع التجديد. في حال أنتم ما وافقتوا حيكون عندنا مناطق بديلة. الأراضي اللي بلاقيها مناسبة لح يجي وفد من الأمم المتحدة بشوف الأرض إذا بتصلح إنه تكون مخيم ولا لا. أوكي. طيب نحن شو بدنا؟ أنا جاهز. يلا. أنتوا وين بعد وين جربتوا غير محل تستأجروا؟ احنا عنا مبدئيا وين مكان بس بالبقاع. يعني هلا عم ناخذ بزحله. يعني انا قصدي انه عم ناخذ بزحله بالياس بر الياس. استاجرته ولا ما مش هلا؟ ايه عم هلا في فريق عم ياخذ اراضي فوق كرمال كمان مخيم. اي انا الا بدنا نخفف المشروع ماشي على كل الاراضي. على كل الاراضي عنا هلا ارض بالجنوب 50,000 دونم. هلا هيدا عم نشتغل عليها. يعني تقريباً الاتفاق اللي وصلتوا له مع وزارة الشؤون على كم مخيم بلبنان؟ اللي بنقدر عليه. ما عندهم مشكل بالعدد قديش. إذن محمد الرواس يمثل دار الفتوى ومهمته استئجار أراضٍ كي يتم إنشاء مخيمات للنازحين السوريين. وتجدر هنا الإشارة إلى كيفية اختيار الأراضي المنوي استئجارها التي لا يمكن أن يكون الهدف منها بريئاً، وإن سلمنا أنه بريء فنحن ملزمون أن نوضح للرأي العام مدى الخطر الواقع. فالأرض التي صورنا محاولة استئجارها تقع في الجميلية، أي وبكل بساطة هي منطقة جغرافية تقع على تلة فوق صيدا يمكن منها السيطرة على الرميلة ومدخل صيدا وصيدا ككل التي تشكل باب الجنوب. والجميلية تشبه بتلتها تلة عبرة وهي تواجهها، ولن ننسى موقعها بالنسبة إلى مخيم عين الحلوة. هذا مثل عن الأراضي التي يحاولون استئجارها. وبحسب الرواس فإن هذا المشروع هو بالتنسيق مع دار الفتوى التي تستأجر والأمم المتحدة التي تمول ووزارة الشؤون الاجتماعية التي تكرس. مين طلع بأساسه للمشروع؟ أمم المتحدة. وافقوا عليه لوزارة الشؤون ولا بعد؟ بالاشتراك معنا كدار فتوى نحن 3. نحن 3 نعتبر واحد. فهل ما قاله الرواس صحيح؟ وما هو رد سماحة المفتي ومعالي الوزير والأمم المتحدة؟ ليال بوموسى، قناة الجديد.